قناة نبض الدعوية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال تعال تعال، تبحث عن رزق، تبحث عن مغفرة، تبحث عن هداية، جبت لكم الحل. لكن مو من خالد شارع، من النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، علمني في الإسلام خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم مضى الأعرابي ثم توقف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تفكر البائس. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لله، فماذا لي أنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. ثم قلت بعدهن: اللهم اهدني، قال الله قد فعلت، اللهم اغفر لي، قال الله قد فعلت، اللهم ارزقني، قال الله قد فعلت. ثم صرهن الأعرابي سبعا ثم مضى. يا غالي، أنت تبغى الرزق، تبغى الهداية، تبغى المغفرة من الله، حديث عظيم هذا، طبقه في حياتك وأبشر بالخير. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قل بعدهن: اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، والله ما يأخذ منك شيء يا تاج راسي. لحظة يا تاج راسي، أخذ هذا الحديث الثاني من حديث أبو بكر رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وأنت صاحبين ذنوب صح، ونقصر مع ربي صح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. أقبل على الله عشان الله يقبل عليك يا غالي.